بيا ويخليني مسيحي حقيقي، مسيحي بجد. يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. ويوحنا 5 إيه؟ المخلع قال له أتريد أن تبرأ؟ قال له أنا مرمي هنا من زمان وتعبان. قال له يا حبيبي أتريد أن تبرأ؟ ما أنا ناسي وأهلي وقرايبي سابوني وأديني قاعد. يا حبيبي أتريد أن تبرأ؟ أنا ليس لي إنسان. قال له اللي هو إله من ليس له إنسان، يعني لو منسي، ما هو مسيح الفرد إيه؟ المنسي اللي اتناسى ما كتير. يا رب الواد ويصرفوا عليه ويكبروه ويعلموه ويفهموه وينصحوه، اول ما يحب ياخد حبيبته ويسافر حتى ما يرن. يا عم اللي بس كده تقول لي يا ابونا اصله ده سابني وهاجر، حبه اكتر مني. ليكي مسيح اسمه مسيح الفرد المنسي يا ست الكل، يا اللي ابنك هاجر، يا اللي تفكر نفسك قاعد في دكة ولا قاعد على كرسي محدش عارفك، ما قالولكش تعالى قول حاجة ولا يعرفوك، هو يعرفك. المسيح هو اللي يملاك، هو اللي يروحك فرحان مليان بالسلام. في القداس أبونا يجي كل شوية يقول إيريني باصي، دي معناها السلام لجميعكم، للي مش عارف السلام. انت هتجيب لي سلام من فين؟ اقول انا طب ما تقول لهم هاي، ولا في النهايه لما يجوا يمشوا قول لهم باي. يقول لا ما ينفعش ابونا يقول ولا هاي ولا باي، امال تقول ايه يا ابونا؟ يقول السلام لجميعكم. السلام هنا مش تحية، السلام هنا عطية. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم. أخذ من ربنا السلام وكب على الناس، تروح بيتك مليان بالفرحة والسلام. يا اللي جاي مهموم ومتنكد عليك هتروح فرحان، تقول إيه ده هو اتغير ليه؟ قبل المسيح إله السلام. يا اللي جاي محتاج وما معكش والجيب فاضي والدنيا غالية، تعمل ايه؟ سدد العوز، يشفي المريض. الهنا حي، اللي يعرف المسيح حقيقي دايما فرحان، دايما فرحان. سلم دقايق قليلة كده لربنا. ليه؟ عارفين ليه بنقف؟ عشان كل ما الجسد يبقى في حالة خشوع النفس تنسحق فالروح تسمو. لكن قاعد ومكبر دماغك وجاي تتفرج، خد بالك من الكلام، ملكوت الله ليست للمتفرجين. هم اللي مين؟ للمشاركين. لما تشارك في الصلاة وفي الطلبة وترفع قلبك وتكلمه يبقى ليك حياة، تقدر ساعتها تقول لا أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. باين عليك، باين عليك المسيح فيك من ثمارهم ولغتهم تظهرهم. لغتك باين عليك انك انت متحد بالمسيح وتعرفه. ربنا يدينا ان احنا نتحد بيه اكتر ونفرح بيه ونقول له مسيح يخلي وزي ظلي مش بيفارقني معايا تملي. تفضلوا.